السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين بيان شديد اللهجة من إدارة شبيبة القبائل، يعني وين شاهدنا نادي الطواحن، يعني حي حيدرة بارادو، هذه وين يريد فرض، يعني وين يريد لعب مباراة بدون جمهور. يعني هنا يا كاين مؤامرة، هنا كاين صح مؤامرة، هنا كاين صح يعني خيانة، هناك يعني أمر دبر في الليل. يعني لماذا خلي الجماهير تدخل تفرج؟ لماذا ما الجماهير كيف ويكلوا هذه شكاين شكاين؟ ما كان ويكلوا، ما كان والو خويا، ما كان والو. هو بيديروها لنا كيما نهار لي اسمه كان حداد، هذه صح باك تعقلوا عليها. لي اسمه وقيلا عاش على الماتش ما ربحش، ايو كانوا موجودين باللي الشعب تاع لي جاتهم اخبار للاداره، كان حدات ما جاتهم اخبار باللي غادي يلعبوا، غادي يطيحوا عليه، يطيحوا اللعابه ولا شي يديروا شي يديروا. عاقبوهم، عاقبوا الشعب، ما يدخلش دار لهم ويكرو لي اسمه. قال لك قد ما نربحوا، اي ربحوا ذاك الماتش، جدوا خرجوا ربحوا، ولاو تروازيام ولا دوزيام، اي عاودوا طقوا للشعب دخلوا ولا يدخل يصفق عليهم ويغلي عليهم. شوف كيفاش هذو اللي هنا كاينه حاجه انت كيما ما يلبسش، كيما الشعب مش بيدخل، مشي بيدخل، كيما انت الشعب بيتلعب ويكلو كيما بارتيا مسيو زاتشي ولا خوك ولا اللي ما نتحكمي في نادي بارادو. هذه الاداره هذه كيما انت تحوس باللي المباراه ما تلعبش بالشعب؟ علاه انت الى عندك كيما شكرك رئيس الاتحاديه تاع دالي دوحه، قال لك باللي من افضل المدارس، يعني نورمالمون يكون عندك اوم وعندك خمسه نجوم هذو بيتبيعهم في الصيف يسلكوك بالطيحه. هذه هي وين اصدرت اداره شبيبه القبائل يوم الجمعه بيان شديد اللهجه استنكرت فيه قرار اقامه المقابله الهامة والتي ستجمع الكناري ونادي بارادو هذا الأحد دون جمهور. وجاء في البيان والذي نشر على الصفحة الرسمية للنادي، وإن تلقت شبيبة قبائل باستغراب كبير برمجة مباراة ضد نادي بارادو دون جمهور، مع العلم أن النادي المحلي ليس تحت تأثير أي عقوبة. وأضاف البيان: هل كان من الضروري انتظار تنقل يعني شبيبة القبائل إلى دار البيضاء لاتخاذ هذا القرار، رغم أن نادي بارادو وجه خاص يعني جمعية ومقابلته يعني جميع مقابلته في ملعب هذا البلدية بحضور مناصرين الفريق المنافس. وتابعت إدارة قبائلية بعد التحكيم الفاضح والذي يعني يعين في مقابلات شبيبة يتم اتخاذ إجراء جديد مزعزع للاستقرار وغير مفهوم على حساب النادي، ونود أن نعبر عن استيائنا من كل هذه التصرفات المغرضة لهدفها إلى الإضرار بنادينا الذي يدخل كل مباراة باعتماد على قدرته دون التوقع أي معاملة تفضيلية. ومع ذلك فإننا لن نسامح بأن ندوس، ولن نسامح لأي شخص أن يمس مصالح وكرامة شبيبة القبائل. يعني ما تلعبوش، ما تلعبوش، احتجوا، مشي ما تلعبوش، احتجوا انتم بينك، لازم عندكم صوت، يعني يكون عند لازم يكون عندكم صوت. وكيف كيف ما فهمتش انا يا تمام، انا تمام راش غالطين. هذه الاتحادية الجزائرية تابعة دالي دوحة؟ لا، أنا تبالي بلي دافع نقول لكم ناس كارين أيضا مع بارادو باش ما طيحش. والله غالب هربت لهم بيض، هربت لهم مقرا، هربت لهم مشلف، هربت لهم لاربعة، كاع هربوا لهم. ما صابوش يصابوا داروا صابوا غير جي اس كابر. جي اس كار يعني صعيبة باش تطيح، وصعيبة بزاف صوالح، ما هي سهلة. لازم ماشي سهلة. دونك هادو
احنا نعرفوا ديزاربي تاعنا ونعرفوا الاداريين ونعرفوا الناس يشرو يشرو، وخاصة وين زاتشي داير خير كبير في ليزاربيت، داير خير كبير في ليزاربيت. ليزاربيت كان اللي كانوا راضي يعاود ردهم، كان اللي طلعهم، كان اللي غوتي يعني طلع ليزاربيت، لاخر طلع لاخر، كاع كاين واحد الامور، واحد البوستيشات هكا كاينين كاينين على ديك وين بيدير مباراة ويكلو. اش عندنا جديتوش بي وجيتي توش كون عب كوسام كون عب ديفونسير ديفونسير نورمال دو بيت بالا بحسبهم شيا بهتيلة. وأكدت إدارة الكناري أنها ستراسل السلطة العمومية من أجل إجراء مقابلة بحضور جماهير، موظف أن في هذه الحالة عدم استبتاء يعني الملعب دار البيضاء للمعايير المطلوبة فإنها ستطلب نقل مواجهة إلى ملعب آخر يسمح باستقبال الأنصار. وختم البيان: نود أن نعلم السلطة والهيئة المعنية والرأي العام بهذه التجاوزات الجسيمة والممارسات التي تسود في كرة القدم الجزائرية والتي تلوثها بشكل مزمن. للتذكير، تكتسب مقابلة نادي بارادو وشبيبة القبائل أهمية بالغة للطرفين في إطار سباق بقى في الرابطة المحترفة الأولى، حيث يتقاسم فريقين المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة لكل منهما. أنا والله ماني ثاب يعني لونترين هذاك المشرف، كي ولا يشكر في بارادو قالوا له شحال عندها من نقطة ولا خرج باش يدافع، قالوا له بالك ما قالولوش نورمالمون تقولوا له ولا قولوا له، هذه هي قولوا له يا قولوا له يا مالكم تشوفيها انت كي ولي تشوفيها يا ودي غير يلعب. شو بير هذا المدرب تاع الجزائر طلب من الاتحاديه الجزائريه ان يلعب مباريات قويه ولن يلعب اي مباراه اوروبيه او لاتينيه، ويرفض التحضير اللي كان بالتماري مع منتخبات تحضير مباراه منتخبات اوروبيه او لاتينيه. يا ولدي يا ربي يا ولدي معليش هو جات على قلب، شكون اللي قال له العب؟ حنا بروحنا عارفين هو ما يلعبش، شكون اللي زايرو قال له العب؟ حنا على بالنا ما يلعبش، حنا على بالنا بلي ما يلعبش. هذا الرونتين تاعنا كاين اللي راه لاهي، كاين اللي من القاطر مسكين راه لاهي يحوس يسلك بارادو تليفونات صوالح منا وكلشي يحوسوا داخل في بارادو. انت كاين انتوا شتو امير تاع قاطر، امير تاع قاطر راه داخل هنا بيسلك بارادو، فهمونا كيفاش. رئيس اتحاد، رئيس ديال ابراهيم، كاين رئيس ديال ابراهيم انا يسنيو غير الكواعد، وكاين رئيس ديال دوحه هي اللي تقرر. يعني الا قرروا باللي بارادو تلعب بلا الشعب غادي تلعب بلا الشعب، يعني وكا عارفين شكون اللي غادي يقرر، ولا قررت يعني قرر باللي بارادو ما طيحش، بارادو ما طيحش هادي هي واش التاليه ولا عيت بال. تاع قلنا لكم يا ودي هو دب 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 عيت بال المليار وين لما يروح المليار، من شهر لشهر لما كان يروح المليار اللي كان يروح بالشهر الشهر اللي قال لهم الحاج محمد راه رواه، قال لهم يقولوا لنا مليار 12 مليار من العام العام وين راهي تروح 12 مليار وين راهي تروح، قال لهم قولوا لنا. صحابي قالوا شكون؟ قالوا ادخل داخل يقولوا له، قالوا روح ادخل داخل قالوا اوه ولا تبان على بالك مليار ولا يبان. يا ولدي قلت لهم شكون اللي قال لكم ما تهدروش على ساتشي كيما هكا، ساتشي لازم تهدروا حاجه مليحه، هدر عليه انت برك ساتشي زاد لك خمس اضعاف انت شكرو انايا خمس اضعاف في الشهر زاد لك سي مليار في الشهر زاد عطاه ولا يعطيها لك تي 10 من الاخرى هما 2019 2020 2022 ربع سنين تضرب في 6 ملايير في الشهر هاك عشت هنا ولا يقول لي ساتشي هضروا بلي على ساتشي هضر عليه انت عبده هو عبدك انت عبده ماش عندي انايا روح قلت بيولف في رحبه روحوا نقول لكم.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو دائما معكم بجديد، وان شاء الله بربي اللي يمشي ابوني معنا، وصحه رمضانكم سعيد.